سبانخ، 4 كوبايات دقيق، 4 بيضات بشاميل عملناها بعض كتير قبل كده، ولحمه معصجه، وجبنه رومي، وجبنه موتزاريلا، وزيت او سمنه. هنجيب ايه؟ قد ربع كيلو سبانخ مثلا. انا بس كسرتها تكسيره كده، واديها شويه ميه. اربع كوبايات دقيق، ورشة ملح، 4 بيضات. والسبانخ المعصورة على طول. بص العجينة بقى دي كده. دي فوق ودي تحت كده. عشان يزحلقها كده زي بنعمل رواق كده بالظبط كده. انا طبعا عندي البشاميل جاهز زي ما احنا متفقين، وعندي ميه بتغلي. بصوا احطها شويه ملح، شويه زيت. نبدا بقى نقطعها كده. نعملها شبه بقى اللي بنشتريها من بره دي. بص احطهم ايه كام غلوه كده، ما احطش كتير ورا بعضه علشان ما ايه ما يتضايقكيش او يكلكع قوي مع بعض. احنا عايزينها قدر الامكان مفروده. هسلقها كده لغايه ما تطلع لفوق، تطفو كده خلاص ان هي استوت خلاص في الميه المتلج. نفس الحكايه الباقي بالطريقه دي كده كله خلاص كده. يعني بص شكلها كده، حط كده واسرب التانيه من تحتها كده، ما ازقهمش على بعض. احط فيها سنه زيت، اروح حاطه بقى ايه الشرايط دي كده، كيس التلاجة العادية دي. بصوا كده ادي ايه، حط شوية بشاميل كده تحت في ارضية الصينية، وبعدين ابدأ ايه اخد بقى اللازانيا انا عملتها دي كده، واخد بقى شوية كده من اللحمة المفرومة المعصجة، طبقة رفيعة عشان هعمل كذا طبقة، يعني بشاميل بسيط خالص كده على ابعاد كده. طبعا عارفه الكيس اللازانيا ده بيبقى غالي قوي، يعني الرومي جبنه موتزاريلا ودخلها الفرن بس كده. كل الحته التانيه غطيها بالجبنه كده، ويبقى عملتي لازانيا من صنع ايديكي في منتهى الجمال.